الآن نعلم إنك عالم بكل شيء، أنت رب عارف كل البشر وكل الأشياء، أنت عارف يا رب كل ما بداخل الإنسان، أنت رب عارف نياتنا وأفكارنا، أنت عارف كل شيء، وكل شيء سيحدث. أنت يا رب عارف الماضي والحاضر والمستقبل، أنت يا رب عارف كل التفاصيل عن أصغر الأشياء في حياة أي كائن، سواء في السماء أو على الأرض أو تحت الأرض. أنت يا رب لا يخفى عنك شيء، أنت يا رب مفيش شيء منسي أمامك، أنت يا رب كل المعرفة، أنت يا رب بلا تغيير ولا تخطئ، أنت يا رب تسعى دائما لخلاص كل واحد فينا. عشان كده أهم شيء هو إن الإنسان يسعى دائما أن تكون الأولوية في حياته هو معرفة الله. وفي معرفتنا على الأرض في ثلاث أنواع للمعرفة: معرفة مضرة، ومعرفة نافعة، ومعرفة غير مؤثرة. المعرفة النافعة هي اللي توصل الإنسان للسماء وتخلي الإنسان مرتبط بوصالة النعم، ده المفتاح بتاعها. المعرفة النافعة تقود الإنسان إلى الملكوت، تعطي سلاما للقلب وهدوءا للعقل، هذه المعرفة النافعة. أما المعرفة الغير مؤثرة فإحنا بنهتم بأمور لا تنفع، وبننشغل بأمور ما تفيدش الإنسان في الأبدية، وبتشغل عقل الإنسان لما بنعملها لكن لا تبني ولا تهدم. معرفة غير مؤثرة. أما المعرفة الضارة هي الإنسان بيسعى لمعرفة تشوه القلب من حيث الخطية، معرفة تقود الإنسان إلى شهوات جسدية فيضيع الإنسان. السعي إلى معرفة أسرار الناس وأخطائهم، السعي لأمور تخلي الإنسان متكبر ويتباهى بالمعرفة، دي معرفة مضرة. إيه اللي هيفيد الإنسان لو عرف كل شيء عن الفضيلة ولم يسلك فيها؟ إيه اللي هيفيد الإنسان لو شارك في بناء الفلك ولم يدخله؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ الله هو كلي المعرفة، نترك كل شيء في يديه وننظر إليه، هو يعطي كل شيء في وقته. علشان كده الإنسان ساعات بيتدخل في حاجات لو كان ساب ربنا هو اللي يعملها كان زمانه في أمان وفرح وفي سلام. ربنا عارف العاصفة لأنه القادر على إسكانها. لما تيجي عاصفة حوالين الإنسان أفضل شيء للإنسان إن يترك هذه العاصفة لربنا يتصرف. ربنا أعد سمكة فيها إستار، طب بطرس هيعمل إيه؟ هيتعرف على السمك دي إزاي؟ طب الإستار دي يا رب راحت لفم السمكة إزاي؟ طيب والإستار ديت اللي في بطن السمكة من صاحبها؟ طب والسمكة هتستنى بطرس في ناحيتها؟ طب بطرس هيروح أني مكان عشان يلاقي السمكة اللي فيها الإستار؟ ربنا يقول لي طب وانت تعب نفسك ليه؟ اسمع الكلام،
ربنا عارف القلب المنكسر، لأن له القدرة على شفاء هذا القلب المنكسر. بطرس التلميذ الكبير اللي تملي يتقال اسمه أول الرسل سب ولعن وقال لا أعرف هذا الرجل، قلبه انكسر، دموعه مسابقة كلامه وأفعاله، مش مصدق إنه يقع في الخطية دي، مع إن ربنا قال له قبل أن يسيح الديك مرتين تنكرني ثلاثة مرات. طب هنعمل يا رب في بطرس إيه اللي قلبه مكسور دلوقتي والدموع محدش عارف يوقف، بكى بكاء مرا. ربنا يقول لبطرس استنى عليا شوية، أنا هجيلك وطيب قلبك المكسور وأقول لك ترعى خرافي وترعى غنمي. لما ربنا اتكلم مع بطرس وطيب خاطره وطيب قلبه المكسور، ابتدى بطرس يدور على الخدمة، يجري يمين وشمال. بطرس ليه قول جميل جدا في سفر أعمال الرسل، ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. ليه؟ لأن ربنا طيب هذا القلب المكسور. أنت رب عارف الجائع والعطشان لكلمتك، وأنت الوحيد القادر على إشباع الكل. المرأة السامرية أول ما قالت ليس لي، قال لها بس ده أنا كنت عايز أسمع الكلمة دي من زمان، ليس لي زوج. ليس لي يعني أنا ما بعتمدش على حد. وقدر ربنا يروي عطش المرأة السامرية. الله يعرف دموع العين لأنه القادر على مسحها. إيد ربنا لما تمسح دموع العين يفرح القلب. في إنجيل يوحنا إصحاح 8 جابوا مرأة زانية أمسكت في ذات الفعل. أمسكت في ذات الفعل يعني يقبضهم على اتنين، والقصة كلها ما فيهاش غير مرأة واحدة بس. طب فين الشريك التاني؟ هرب، ربما عنده واسطة، ربما معروف، سابوه، مسكوا الامرأة الضعيفة وبيحكموها. بس يا رب دي امسكت في ذات الفعل، هتنقذها ازاي؟ لولا ان ربنا يعرف اخطاء الاخرين لكانت رجمت هذه المرأة. ابتدى السيد المسيح يكتب اخطاء الناس اللي بتطالب برجم المرأة الخاطئة. لما الناس لمحت خطاياها مكتوبة على الأرض انكسفوا، ابتدى كل واحد ينسحب. علشان المرأة الزانية ترجم لازم يكون على فم شاهدين أو ثلاثة، مفيش ولا شاهد موجود. هنا أنقذ السيد المسيح المرأة الزانية، هي أمسكت في ذات الفعل ولكن الشهود مشيهم لأن أخطأهم انكتبت. ربنا عارف أحلام كل واحد فينا. نثنائيل يقول إيه؟ نثنائيل آمنة الناصرة، يمكن أن يكون شيء صالح. الناصرة ديت أخرجت يونان النبي، كلم فيلبس قال له أنا عايز أتقابل مع السيد المسيح. أول ما قابل السيد المسيح قال له قبل أن دعاك فيلبس وأنت تحت التينة رأيتك. إيه القصة دي؟ طب معناها إيه؟ نثنائيل اتولد في الفترة اللي اتولد فيها يوحنا المعمدان، وكان هيرودس أمر بقتل أطفال بيت لحمه كان موجود هناك في هذه المدينة، فكان يجب إن نثنائيل يموت. فجه أبوه خده وأخفاه
تحت شجرة التينة، وهم بس اللي عارفين السر، أبوه وأمه ونثنائيل. ومن هنا نثنائيل مشي مع السيد المسيح. ربنا عارف كل شيء. احنا ممكن نضحك على الناس بكلامنا بطريقتنا، لكن عمرنا ما نقدر نضحك على السماء. يا ريت نرجع بقلوبنا لربنا ونقول لربنا: الآن نعلم إنك عالم بكل شيء،